السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة العلمية التذكيرية، ذكر الموت. وهذا الفصل من كتاب خارطة الطريق للشيخ الدكتور عائض القرني، نعم، ويذكرنا بالموت. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموتى. الموت شديد على النفس، لأنه يقمع الشهوات ويخفف من غلباء النفس ويحد من جماح الإنسان، ولكن ذلك مفيد جدا، لأنه يردع الإنسان من غيه وشهوته وكبريائه، ينبهه من سباته. يقول الدكتور: إلذع النفس بذكر الموت. إلذع أي أحرق، أحرق نفسك بتذكر الموت. وذلك بأن تقرأ القرآن بتدبر وحزن، لأن القرآن يذكر الإنسان بالموت ويأمره بالاستعداد للآخرة قبل الموت. هذا موضوع تكرر في القرآن كثيرا. نعم، فتطالع كتب المواعظ. وطريق آخر لتنبيه النفس مطالعة كتب الزهد والمواعظ. ومثل الدكتور بكتاب الإمام القرطبي التذكرة بأحوال الآخرة، وكتاب آخر موعظة المؤمنين، نعم، كتاب آخر موعظة المؤمنين. وهذا الكتاب تلخيص إحياء العلوم للإمام الغزالي، لخصه الشيخ جمال الدين القاسمي، وطبع هذا الكتاب بتحقيق عاصم بهجة البيطار ورياض الصالحين. وهذا الكتاب معروف للإمام النووي، جمع فيه أحاديث مختارة في كل باب مهم، ونحو هذه الكتب. وتفكر جيدا في الموت وما وراءه، أي وما بعد الموت، من مراحل مختلفة، من مرحلة البرزخ
والحساب والمرور على الصراط والميزان ميزان الأعمال والحوض والجنة والنار فإن من نسي الموت قسى قلبه وزاول المعاصي أي ارتكب المعاصي والشهوات والسيئات إن نسيان الموت والغفلة عن الموت يورث قسوة القلب والانهماك في الدنيا والغية والتسكع في متاهات الدنيا المنحرفة لذلك لا بد علينا أن نكون على ذكر دائم من مراحل الآخرة وأولها مرحلة الموت يجب علينا أن نستحضر حالنا عندما يأتينا ملائكة ربنا لقبض الروح ثم كيف نكون حينما نضجع على السرير للغسل ثم نحمل على أعناق الرجال إلى القبر ثم يفارقنا أهلنا وأقاربنا بعدما أودعوا هذه الجثة القبر تذكر وحشة القبر ثم تذكر مجيء منكر ونكير هذه كلها مراحل لا بد للإنسان أن يمر بها سهل الله لنا ذلك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا الموت وما بعد الموت يا ربنا وارزقنا النظر إلى وجهك وشفاعة نبيك ودخول الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.